صباح الخير. للأسف مرشحين وديتلكن اليوم وحطيتلكن على الفيسبوك تكرم عينكن انه بدها تكون قاسية الانفلونزا السنة، وان شاء الله تقرأ القصة كلها. بتقرأ أحسن، بتقرأ أكتر، بتعرف أكتر. ليش عم بعملكن هالفيديو اليوم؟ لأنه أنا لازم أعملكن الفيديو نهار الجمعة أو نهار الخميس، الشقفة الثانية عن منيف الرزاز الله يرحمه كيف قتل. يعني هالناس منيف الرزاز، ريمون إدي، صارت معروف اللعبة. أنظمة استبدادية إجرامية واضحة مثل الشمس. بس هلا منحكي بعدين. هلا شو بدنا نحكي على المشربح سعد الحريري؟ المصريات اخدت لك عليك. واحد عم يعمل دياليز للكلاوي تبعه، سمع كتير منيح، ساكن حد مونتو كارلو، جاي بالسيارة تيطلع يعمل دياليز بالكلينيك في قهوة تحت مني، يا بالبنية زيتها يا حد مني قاعد. انت الناس عم تتدبح بلبنان، خصوصا قادة 14 أدار، وعم بتغازل البنت 100% لبنانية. ما قدر حدد الزلمة تلفلة قبل ما يطلع على الدياليز. انت الميل اخذ لك عقلك، ربيت بالميل وطلعت بالميل، ما لك علاقة بالوطنية. هاي الوطنية ما لك علاقة. بيك له علاقة بلبنان وبالوطنية، لأنه ترجيت رجاي طاق الدين الصلاح وعمل الغلطة الكبيرة، جابلو نهاد المشروع وسيبكن من الحكي. طلب طاق الدين الصلاح من رفيق الحريري، قال له خود نهاد كويس كتير بيساعدك. معلش اسمعوا كتير منيح، ما لك علاقة بالوطنية. هلا كل مهمتك الأساسية إنك تذبح أشرف ريفة حتى ما يضل في صوت مسلم سني بيرفع صوته على الأنظمة الإرهابية الممثلة بالملالي بإيران والميليشيات اللي تحت منه، بيت الأسد صاروا ميليشيا عنده، والحشد الشعبي وحزب الله. بدك تركب القانون والدولة كأنه الدولة بتملكوها أنت وبتزوره على طريق جميل السيد، وبكن تزوره، مش أنت بكن تزوره، كل الأنظمة الإرهابية زور صدام حسين بوجه لمنيف الرزاز، ورح أحكي لكم ياها كيف. مشان ما تفتكر حالك ما لك علاقة لا بالديمقراطية ولا بالإنسانية. أنت بدك ميل، عندكن هالمليون متر خطوة تشبيح أيتها الدولة، أنت الدولة اللبنانية بميلك، بميلك الخاص تعمل البنية التحتية كلها سوى لسوليدير، ومنقول وبتردمي كل هالشي اللي بتشيلي بتحطيهن بوجه النورماندي وبتعطوني هالشافة الأرض لألي مليون متر، بس العرب ما رح يشترى. بتقتل عمر بن خطاب، بتذبح ابن عمر بن خطاب، بتذبحه بطرابلس أو ببيروت. بطرابلس ما بتقدر، هلا بشرح لك ليش. انت بدك تذبح عمر بن خطاب بشخص اشرف الشرفاء اشرف ريفة، لانك كسر عن رقبتك ولا بيشيلوك، وعارفينك كل مصريات كن صورت بلبنان. اذا لبنان ما بيسلم والعرب يضل مع الميل تغشوهن وتبوعون هالارض، حالتك ما بتكون هيك، لذلك بدك تسرق من الميزانية قد ما فيك ويفطر الشعب اللبناني. خلصنا منك؟ ليه انت وليش 500 مليون مثلك بيقدر يغلب بالخبس نبيه بري وطهامي قاطع؟ والدليل جاب لك نهاد المشنوع طهامي قاطع، انت ما جبته، ركبوا لك ايه، فتح له من بريز، شلوا الورقة اللي عليه وفتح له على السوريين. شيء ما تقعد تكذب، كذب على السنة قد ما بدك. طيب وطه مقاطع ونبيه بري ما فيك ليوم،
طه ميقات اللي بيستعمل نظام حافظ الأسد لصالحه 100%، وطه ميقات اللي بيستعمل نظام حافظ الأسد من خلال ابنه بشار الأسد. انت ما فيك ليه بنت واحد بنت شرموتو بمصريات، يعني طه ميقاتي ونبيه بري ما نجيبين ليل ضابط سوري وليل باسل الأسد وليل بشار الأسد. هذا بدك تفهمه يا في عدالة. هلا اليوم راح على طهران بناء لطلب حزب الله، قالوا له إيران الإيرانيين بدهم يشوفوك لنبيه بري، بس تفاجأت راح ببرايفت جيت. هل برايفت استأجرها ولا لألا ولا المال تبعه واحد عم بيوصفه وهي الطيارة لألا؟ راح بطيارة بجيت، ما راح بطيران عادي. طيب قالوا له إيران بالحرف الواحد اسمعوها كتير منيح تي ما حدا يغشكم، دولة إسرائيل نحن خرطوش فردك، نحن جيشك بالمنطقة، بس اقنعي الغرب لأنك أنت محترمة، نحن ما بيحترمونا لأن إرهابيين وسافلين، فأنت أمنيني. شو بدك أنت ليك هول السنة وديت للنبيه بري هلا أكمشون. اثنين مثل ما كان كيمشين لمورنا المسيحيين بميشيل عون، مهمته الميشيل عون بدك تلغي سمير جعجع، تلغي القوات اللبنانية قوي عند المسيحيين، وانت سعد الحريري بدك تلغي كل صوت مسلم سني بيطلع بلبنان. اذا واضحه انت شو بدك يا اسرائيل، مش الفلسطينيين واللي بيرفع صوته بالمنطقة وبيحكي كلمة على إسرائيل أنا بدبح لك إيه؟ بس ساعديني أنت دعميني أنا خرطوش فردك. فجابوا نبيه بره لابس جرافات مش عامل لحية، لاملين لحية سيفلين عم بيغشة لأنن قوريين نهج البلاغة ولقلن علاقة فيه، بس بدن يفرجوا وخصوصا المسيحيين والمورنة. رولا حداد سمعت الفيديو تبعك، ما على شي بين هليلين. قالوا الفلاسفة شيئا فسرته، قالت الضفدعة قالت شي فسرته الحكماء. في فمي ماء وهل ينطق من في فمه ماء يا رولا حداد؟ بقولك بعدين كل شيء ليه تعتلي. طيب لبس جرافات متحضر، لا في لحية ولا فيها التهريجة، تهريج يترك علينا، بدك تغش السني يمشي وميشيل عون كيمشين وبده ينفذها على القوات كسر عن رقبته وعن أي ماروني بالزيت بيرفع صوته. بشورة الروعي بإيدنا 100% مكموش، وسليمان فرنجي 100% 2700 عمية مكموش. في هيدا سمير جعجع، وفي محافظ القلقوب، وفي سامي الجميل طالع وعم بيحكي. ليه كيف بتحكي هالحكي ممنوع؟ اذا هون الغاء وهونيك كفان. هذا بدك كنت تسمعوها هيك كلها سوي. سعد الحريري مشان المال لا تعبدوا ربان الله والمال، انت بعت طائفتك السنية. هيدي امبارح قصة حمدان، يبدو انه عنده نفحة وطنية لإله، عطيو انذار مثل التوتو بتكون بإيدنا الجهاز الأمني الإيراني السوري حزب الله اللي حطيه، اللي تردوا على حدا. إذا هيدي كل القصة. جاييك النبيه بري هلا حات، وإسرائيل بدها تعمله حات شو؟ جنوب لبنان للنهر الأولي لشمال الليطاني أرض السيد المسيح يلي هو من الطائفة اليهودية. ما كان في شعوب إلا هني بهيك الوقت هوني. رد دليل كيف إجا على قانة؟ إذا كانت قانة بمفهوم كان كل كن لبنانية ما ألعي، إذا كيف العرس بقانة عبر الحدود؟ على هذا يا شباب.
روقوا لي بالكن كثير. هلا بدي وجه نداء للوطنيين السنة والمعارضة السورية بالذات. أهلا وسهلا فيكن بواشنطن وجيتوا عن نيويورك. هيدا كل هالدوران ما بيحبين. إذا ما بدكن تألفوا جبهة وطنية تنفتحوا على إسرائيل، أنتو والمعارضة العراقية والمعارضة الإيرانية والمعارضة اللبنانية، إذا ما بدكن تنفتحوا وتعرفوا تلعبوها تحت الطاولة. إيران فاتحة أوتوسترادات فوق الطاولة بدها تيتك مشكن وتبيعكن عطول. مدرسة حافظ الأسد صوروا كلن بيعرفوه، قولوا عليين كتير حافظ الأسد هو يعلمون، بيخلقوا الأخوة المجنون وبيقولوا للغرب اعطينا حق مستشفى العصفورية تنضبط به. نفس الشيء شو بتكون الغيلكن الفلسطينيين، كله هيدا بعمل الكنية كله. شو بتكن يا إسرائيليين، بس اقنعوا الغرب وتبنوني دخيلكم. من هون قبل ما اترككم، اذا معي نطفة وقت، تحية لدولة اسرائيل، تحية لهالدولة المبنية على العلم والمعرفة، تحية لهالقادة اللي بنيوها بيحبوا شعبن وبيحبوا وطنهم. الله بيقولوا لي منو وطنهم، وطن جهاد الخازن. أنا ابن القضية بيقول بآخر مطول، بس أنا مع حزب الله ضد إسرائيل. مني ما خدوا هالكذب وهالاحتيال. ربيت ولادك يا جهاد الخازن وعشت بلندن وتعلمتن وعلمتن بأحسن جامعين، وبنتك لو ما في زبونات عرب عبكرة بيطردوها. أنت مأمن الزبونات العرب، الصندوق النقد الاستثمار تبع لك، وهذا كله أنت مأمنه. أمنت ولادك باسم هالقضية. ليه خالد بن سلطان محتاج لجريدة الحياة ولا من يحزنون؟ كان بيقدر يدعم بيت مرويز ويضلوا صحابه، فضل صبوته اللي لابسه كامل مروه على كل الأمة العربية وخصوصا الخليجية. أول مين الله نخلوني أعملكم صداقة وثيقة بينكن وبين الإيرانيين، لك وين وصلوا؟ شافها قبل بوقت بكتير. حيش بقى تهرج اسمعوا، إذا هالدولة الإسرائيلية المهمة امبارح، هيدي البنت عهد حتيمي بدري شو اسمها اللي قويمي وعم بتزلغيت، كل كن شفتوا على التلفزيون، والمشايف منكم بمقابلة الجنرال خليل حلو مع الحدث وقفوه تفرجونا الصور. من هون جايب أنا بيهي معه حد منه ولاده ما بعرف، يقلن للصحف بقلب المحكمة العسكرية يصرخ للصحفيين زيحة زيحة وتيحكي مع بنته ويعمل لها هيك ولا يهمك وكذا. مين منا بيقدر يعمل ايه اهله اذا نحن معتقلين عند نظام معمر القذافة او صدام حسين او الملالي بايران او حافظ الاسد او حزب الله او عند ميشيل عون؟ ليش بيخلونا يشوفونا؟ رح قلكن شو قالوا ميشيل عفلو لمنيف الرزاز، تنطبق علينا. تحية لهالدولة الديمقراطية لألون، ايه دولة يهودية لألون، بدن يعملوها دولة يهودية، ايه حرين، ما بدن يسموها دولة عروبية او وطنية، حرين مثل ما انتو بتسموها الجمهورية العربية المتحدة. لبنان اولا، كلكم تطرحوا هالكليشيه. هالرجال السياسي اللي ضحيت تبنية هالدولة الإسرائيلية المتينة، أنا بعلم باسمكن أنتو الوطنيين ورفضوا. الفلسطينيين الموجودين بلبنان وبسوريا وبالأردن وبالعراق بدي جنسك المطرح ما بتريده، وبتكونوا منا وفينا وهذا حقكم. بدي كسر عن رقبته البنك المركزي، بده يفتح حساب بالبنك المركزي الإسرائيلي مش بنوكة المركزية برا. المليونين أنص الذهب اللي موجودين عنا بدي حطهم بالبنك المركزي بإسرائيل. الجولان ليس أرض سورية، والأربع أقضية بلبنان أرض سورية، والإسكندرون ليست أرض تركية.
إنها أرض سورية، وجنوب لبنان لشمال نهر الأول لشمال نهر الليطانة، لا يا أخوان ليس بأرض لبنانية. لبنان هو القائي مقامتان، جبل الدروز، والمسيحيين ما سموه جبل المسيحيين أو جبل النصارى، سموه جبل لبنان. هيدي الحاوي. إذن مهمة نبيه بري هلو شغل السني بقضية فلسطين. كل هذا إيران تتعمل ضغط على دولة إسرائيل. لك يا عمي نحن خرطوش فرديك، ولك نحن جزمتك، انت مين بديك تنخبط ليك؟ بالزمان رفعت الأسد بيقول لواحد لمن كان حاكم بسوريا، قال له مين اني هالأومية؟ وين في شيء اسمه أوميين سوريين؟ عبد الحليم خدام مرة كانت الحركة الوطنية عنده، لحو موجود بعده؟ طيب اسألوه. رفعت الأسد ما. طيب روحوا اسألوه إذا كنت أنا ما عم بقولكن الحقيقة. قال كان نبيه بري موجود، اسألوه. قال لن وطنية ولا؟ شو هي الوطنية ولا؟ الجنرال أو العقيد محمد خالد دياب أبو باسل، ولا شو هي الوطنية؟ ولا هيدي وطنجية؟ نحن اخترعنا الوطنية، نحن منقول مين وطني ومن وطني، مش هيك يا أبو باسل؟ مش هيك يا أبو باسل؟ بعد ما روح قال له باسل لك اشبك؟ قال له ما عاد تعرف ايش بدي احكي. حافظ الأسد ديفشا ضبط بو هذا قانون معمول حزب الله يبيعوا البضاعة. جابوا هلأ نبيه بري هرش فلسطينيا وسنيا، جيب السنة تقوم. فبدن يجيبوا سنة بطرابلس، كسر عن مش كسر عن رقبته ماشي، طه ونجيب مئات يحطوا مال وتجيبه، وهال يقوموا ويهابرة على طريقة حردان ومردان وهسفلات الجايبينة والوهاب والنهاب ومحسن دلول وانسو ومانسو وهالسفلات اللي مرقت بتاريخ لبنان. شكرا وألف شكر، إن شاء الله أكون قلت لكم إياهن منيح.